السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وبسعاده. انا محمد علي ودي قناه نور ديزاين. فيديو النهارده ان شاء الله هيكون الحلقه الثانيه من حلقات نقد التصميمات. ايه هي حلقات نقد التصميمات؟ ببساطه في جروب نور ديزاين على الفيسبوك، هتلقى بوست متثبت في اول الجروب خالص، طلبت فيه من الناس ان هم يحطوا لي التصميمات بتاعتهم اللي حابين ان هي تكون في حلقات نقد التصميمات. وكل حلقه بنحاول نقول نقد للتصميم ده بشكل موضوعي، ونحاول كده نصلح اللي نقدر نصلحه في نفس الحلقه من غير السورس فايل. فلو ما شفتش الحلقه اللي فاتت لها في الديسكريبشن او في الاي اللي هتظهر دلوقتي. من غير كلام كتير يلا بينا نخش في التفاصيل. طيب يا شباب، الديزاين بتاع النهارده كان جاي لي من مايكل جوزيف. الديزاين ببساطه يعني عجبني الفكره بتاعته، وجود العربيه في المتحف وكده، ولكن مشكلة كالعادة في التنفيذ. ايه المشكلة هنا؟ اول مشكلة قابلتني هي ان العربية حجمها كبير جدا على حجم، المفروض ان ده يعني معبد اثار وكده، فالمفروض ان هو يكون حجمه بالنسبة لحجم العربية اكبر من كده بكتير، يعني وليكن مثلا النص حاجة كده في الحتة دي. دي اول مشكلة. فهي بس كل اللي انا عاوزه حاجات في الريتاتشنج، حاجات في الاضاءة والظل، كل يعني اللي انا شايفه، والحجم العام بتاع العربية هو ده الاساس في ده كله. فخلينا نحاول كده نصلح الموضوع ده كله. اول حاجة حدد مثلا العربية، وليكن بشكل سريع كده باداة الاوبجكت سيليكشن تول، هحدد كده زي ما انتم شايفين ببساطة جديدة، حدد لي صورة العربية. ممكن ان انا اجي باداة الكويك سيليكشن واحدد بس الاجزاء اللي ما تحددتش من هنا كده. ده اول جزء عندي، هدوس كنترول سي، بعد كده كنترول شيفت في عشان اعمل بيست في نفس المكان. اصبحت عندي اللير زي ما انتم شايفين في العربيه في لير لوحدها. بعد كده اللي انا هعمله هاخد كوبي من اللير دي، ادوس كنترول جي، وهبتدي ان انا عاوز اخفي الجزء بتاع العربيه ده خالص من عندي. فانا ببساطه هحدد كده صوره العربيه، ولا مش لازم احددها، ممكن اعمل كده وابتدي ان ادوس سيلكت وموديفاي واكسباند عشان اعمل اكسباند للسيلكشن بتاعي، ولما اجي اعمل كونتنت اوير ما يبصش مني. فانا عملت اكسباند وليكن مثلا 7 بيكسل بعيد عن صوره العربيه. هدوس كليك يمين على السيلكشن، ولكن لازم اكون واقف على اداه السيلكشن من على الشمال من فوق من هنا. دوس كليك يمين وهدوس كونتنت اوير فيل عشان املى الجزء ده باي حاجه كده، وبعد كده هدوس اوكي. فهو كده ملالي زي ما انتم شايفين الجزء بتاع العربيه باي حاجه. انا بعمل الكلام ده كله بس عشان اعرف افصل العربيه واصغر حجمها بشكل الى حد ما يكون مناسب. فانا اصغر حجم العربيه الحد اللي انا احس ان هو مناسب، وفي نفس الوقت مش عاوز ابوظ المنظور بتاعها او المكان بتاعها في المنظور. فاعتقد يعني ان هي محتاجه تطلع شويه. الموضوع المنظور ده تريكي حبتين ثلاثة يعني، وانت بتشتغل عليه هتحس ان انت ساعات مش فاهم المفروض انا دي كده مظبوطة ولا مش مظبوطة، ولكن برضو دي بترجع للتدريب، وعينك كل ما تكون مدربة كل ما تكون الموضوع اسهل. فانا هاخد بس جزء من هنا ده كده، واخد شوية تماثيل من هنا. انا بس طبعا لو معايا السورس فايل الموضوع هيبقى اسهل بكتير، ولكن خلينا نتعامل مع اللي موجود. وبرضو انا اعتقد انتوا بتستفادوا برضو من شوية الحاجات اللي بنعملها على الاختصارات والحاجات دي، اعتقد ان هي هتبقى مفيدة يعني. فانا باخد بالاداة الكلون ستامب، باخد بس سورس كده وبظبط المكان. اعتقد كده يعني الى حد ما مناسب يعني، نكبرها شوية. اول حاجة زبطناها هي الحجم بتاع العربية. تاني حاجة المفروض ان ده مكان مظلم وفي اضاءة جاية لي من فوق من هنا كده على العربية، فده كل اللي انا عاوزه. وطبعا هعمل شوية اضاءة للعربية كده عشان ده المفروض بيوتي شوت او شكل بيوضح جمال العربية، فهعمل فيه شوية اضاءة كده وحركات ريتاتشنج عشان تبقى شكلها حلو. لكن الجزء ده من العربية المفروض يبقى غامق شوية لان ده مش واصل له نور الى حد ما يعني. كمان المفروض نحط شوية هايلايتس بقى في الحتت دي كده، المفروض الجزء ده كله يبقى فيه شويه هايلايتس من الصفرة دي. وعندي برضو الاجزاء اللي مش واصل لها نور هنا دي تبقى غامقه، يعني الاجزاء اللي هنا دي كده تبقى غامقه، والاجزاء مثلا من هنا كده بسيطه تبقى ايه واصل لها ريم لايت. فهنعمل ده كده ازاي؟ اول حاجه زي ما قلنا هنغمق الجزء بتاع العربيه. فببساطه هاجي بالاكسبوجر لير وهقلل كده في الاكسبوجر،
وهعمل كليبنج ادوس الت ادوس ما بين التو لايرز سوري ادوس ما بين التو لايرز فاصبح عندي كليبنج ماسك للعربيه اكيد ادوس كنترول اي عشان اعكس الماسك واجي بعدات الجراديانت والجراديانت اللي هو بيبقى لون والناحيه الثانيه مفيش او اوبستي زيرو وهعكس اللونين كده وابتدي اني اعمل كده زي ما انتم شايفين انا ببساطه بغمق بس الجزء اللي هو ده كده اعتقد كده مناسب ممكن بقى بعد كده ان انا اتحكم في الاوبستي بقى او اظهر اجزاء تانية المهم انتوا فهمتوا الفكره المفروض دي تبقى مظلمه بعد كده هنبتدي بقى ان احنا نعمل اضاءه للكشاف بتاع العربيه اول حاجه هنعمل اضاءه للكشاف نفسه لان هو مظلم شويه فهنوره قوي كده بس كنترول اي وابتدي بالفرشه اللي هي المبططه شويه كده وابتدي اني اعمل الاضاءه بتاعته وليكن كده يعني اكنها لينس فلير كده خفيفه بعد كده هبتدي اني الون بقى على الارضيه بالفرشه العاديه بتاعتي هلون كده في الاتجاه بشكل الاضاءه بتاعت العربيه بيبقى شكلها عامل ازاي بتبقى شكلها عامل كده ده شكل الاضاءه بتاع العربيه على الارض بتبدا ان هي في الجزء ده قويه جدا بعد كده تبتدي تتلاشى ويوسع الكون بتاعها فهنعمل ده كده ازاي هرسمه بشكل بسيط او ممكن ترسمه بالبين تول بقى وبتاع لكن انا هنا هرسمه لك بشكل سريع عشان تفهم وجهة نظر انا هنا عملت ايه انا رسمت شكل الاضاءه على الارض المفروض هيبقى عامل ازاي وطبعا ده لازم انت تبقى متخيل بقى الضوء جاي منين وهكذا طبعا ممكن نعمل شويه وهج للاضاءه ممكن زي ما قلت لكم ان انا ببالغ شويه في الفاليو يعني بزود شويه في الاضاءه عشان يبقى واضح عندكم في الشاشه لكن في الديزاين نفسه المفروض تخلي القيم بتاعتك بتاعه الاضاءه ما تكونش عاليه قوي يعني تبقى مظبوطه اعتقد كده مناسب ممكن المكان بتاع الاضاءه طبعا عشان الكلام كله في لير واحده فالموضوع طبعا مش مظبوط ممكن احنا نحدد بس الجزء ده حطها هنا اوكي عظيم جدا بعد كده انا شايف ان لون العربيه مش واخد التون الاصفر بتاع باقي الصوره يعني بص هنا مثلا الاجزاء بتاعه التمثال وكل حاجه في الصوره واخده تون اصفر الا العربيه مش واخده التون ده فهنعمل الكلام ده ازاي ببساطه بكالر بالانس لير من هنا كده هدوس عليها وهبتدي اني في الميد تونز هزود بس طبعا لازم اعمل زوم ان عشان اشوف كويس هزود بس الاحمر سنه هزود الاصفر سنه كمان والماجنتا برضه هعمل نفس الكلام ده في الهايلايتس زود الاصفر سنه والاحمر سنه والماجنتا وفي الشادوز انا كده بعمل ايه انا كده باخد شويه باخد لون العربيه شويه تجاه اللون البرتقاني اللي هو بتاع الخلفيه يعني بصوا قبل وبعد بصوا التون الاصفر ده ما كانش موجود في العربيه عظيم جدا طبعا هنا بقى عشان انا مش عارف المنظور بتاعها قصدي حجمها كده مناسب ولا لا عيني حاسس انها مش ظابطه الموضوع فقولوا لي في الكومنتس لو مظبوطه او لا ايوه المهم يعني ممكن المفروض انا اسيب الديزاين واروح مثلا وبتاع واجي بعد شويه هيبقى الموضوع واضح بالنسبه لي ولكن انا دلوقتي عاوز بقى اضيف شويه لسعات الاضاءه الصفراء اللي جايه من فوق من هنا فهعمل ده ببساطه بسوليد كلر لير هاجي ادوس اعمل لون برتقاني كده واخليها سكرين وبعد كده هاجي على اعمل لها كليبنج ماسك على اللير بتاع العربيه كده او ممكن مش لازم اعمل لها كليبنج ماسك لان انا عايز اعمل شويه توهج بره العربيه نفسها دوس كنترول اي وابتدي اني المع بقى او الون الاجزاء اللي انا عاوزها تبقى مسفره شويه فاصغر الفرشه كده باللون الابيض وابتدي اني شايفين ان انتوا الحتة الوهج الاصفر ده طبعا لازم امسح الاجزاء الخارجيه دي ولكن يعني انا بوري لكم الفكره العامه وبعد كده المفروض بقى ان انا امسح او اني اعمل لها كليبنج ماسك يعني تمام طبعا هنا شغل عشوائي جدا ولكن انا بفهمك النظريه وانت عليك التطبيق
الحاجة اللي بعد كده هي المفروض ان الجزء ده كله كده ياخد لون او تون برتقاني شوية. يعني خلينا مثلا نعمل كنترول جي، نعمل دبليكيت لللير، كنترول اي، الت باك سبيس، كنترول اي. الاختصارات دي لازم تحفظها، تسهل عليك حياتك. اجي ناخد اللون لبرتقاني شوية. اوكي، بعد كده هاجي هبتدي اني الون بقى. بصوا، المفروض ان الجزء ده يبقى اضاءة فيه عالية وبعد كده يهدي شوية. نفس الكلام هنا، دي الاضاءة اللي هي العامة. طبعا زي ما انتوا شايفين الاضاءة بتاعتي ساحت على التفاصيل، التفاصيل ما بقتش باينة، فعشان نظهر التفاصيل اكيد انتوا توقعتوا هنعمل ايه، بلند اف. طبعا لو مش عارف ايه اعداد بلند اف تلاقي لها شرح كامل في لينك في الديسكريبشن او هتلاقيها على التشانل. هاجي من اداة بلند اف وابتدي اني اخفي الاجزاء الغامقة، بس ادوس الت وامسح كده الاجزاء اللي المفروض جات عندي. فانا اعتقد الشكل ده كده اوكي، جميل كده، قبل وكده بعد، كده قبل وكده بعد. انا عملت ده كده ليه؟ عشان الاضاءة الصفرة اللي جاية من فوق انا حاسس ان هي مش مظبوطة قوي، يعني حاسس ان الاجزاء بتاعت التمثال دي لازم يجي عليها شوية اضاءة. انا شايف بقى ان احنا ممكن نضيف مصدر اضاءة تاني عشان يدي بريق للصورة. ده يعني حاجة اختيارية، مش عارف هتبقى شكلها حلو ولا لا، ولكن خلينا نجرب. هعمل solid color adjustment layer واجي مثلا بلون الاكوا شوية اللي هو اللون ده، وهخلي البلند مود بتاعي هيكون سكرين وس كنترول اي عشان اعكس الماسك. ابتدي اني اضيف مصدر الاضاءة ده يكون منين؟ يكون من هنا كده، الفرشة مش راضية تكبر، يكون مثلا جاي من على الشمال كده زي ما انتوا شايفين، اداني افكت حلو كده سينمائي. طبعا ده ليه؟ يعني اشمعنى اللون ده بالتحديد؟ لان يعني طبقا لنظرية الالوان اللي شرحناها وتكلمنا عنها في فيديو منفصل، الالوان دي الوان complementary colors او الوان بتكمل بعض، فبدأ في الاغلب بتليق مع بعض. ممكن بقى حاجة نهائية، وهي ان احنا نعمل شوية غبار كده في الارض. دي يعني ده شيء اختياري، ده بيتوقف على نظرتك للديزاين. فانا مثلا هاخد اللون وليكن البرتقاني ده كده او الترابي شوية، وابتدي اللون ده كده، وابتدي اني اعمل شوية هيزنج في الحتة دي كده، شوية زي تراب. اللي طبعا لو معاك فرشة دست الشكل هيبقى احسن بكتير. خلي البلند مود بتاعها سكرين، وابتدي اني اعمل شوية دست كده. اوكي، ده الشكل النهائي. قولولي اذا كان الشكل ده اللي انا عملته احلى، ولا الديزاين الاصلي بتاع مايكل هو اللي احلى يعني، فقولولي في الكومنتس. وبس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ولو بمعلومة واحدة. حاول دايما تشيرها مع اصحابك، واستنونا ان شاء الله في حلقات جاية قوية جدا جدا جدا. كان معكم محمد علي، سلام.